بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استباحة جديدة بإذن الله، وفير جديد جاي، وهدمر كل الأسعار، وبحمو بيضحي، وبياع الغلابة عامل كازيون، وكازيون كبير قوي، وهنبتدي بجنيه يا معاك. نبتدي بإيه؟ بجنيه. وخلي الغلابة تلبس. الراجل يشكر ان بعت لك الصفقه دي، يشكر. بص، بجندي مجند، بياع الغلابه واحد. ايه؟ واحد بس يا باشا، مش انت بتتحداني؟ انا هخرب بيتكم النهارده. بجندي مجند. ادي ادي يا ابن المجنونه بجنيه. ماشي، صور كده، ده بجنيه كله اهو. ماشي، خش بقى على المفاجآت. شفت الطرقعة دي؟ ايوه. بص، الاسلوب في 30 كام يا ابو حمو؟ طرقع بياع الغلابة. بياع الغلابة واحد بس. بياع الغلابة بياع الغلابة البرلاندو. كل يوم ب 30 ب 30 كل يوم في جديد. ومفاجآت بقى. فين ابو 45؟ جالك منه شنطتين؟ اه. طلع على النبي، الله اكبر. 45، اتحدى اي حد في مصر يبيع حته بسوسته ب 45 جنيه. اتحدى اي حد في مصر يجيب حته ميلتون ب 45 جنيه بسوسته كامله. احنا تحطيمه من الاسعار. احنا اللي يتحدانا هيخسر على طول. محدش يعرف يتحدانا بكل الوانه بكل كامله ومقاساته، المقاسين الخاص والعادي. خمسة وإيه؟ 45 وبتلاتين وبجنيه. ماشي، نمبر 1. نخش بقى على المفاجآت. بسم الله، أدي أول دفعة. بسم الله اللي صلى على النبي يكسر. يا ابن المجنونة، أدي مقاس. يعني محدش قال بكام؟ بكام يا معلم؟ 35. بكام يا معلم؟ ب 35 يا ولاد المجنونة. أنا هحطم الأسعار كلها. اتحدى اي حد ينزل فيديو بالاسعار بتاعتي. على وضحك. صح ولا لا؟ على وضحك. بياع الغلابه واحد بس. واحد بس يا وجميع أبوي. المقاسات والشغل اهو. يا احسن المتابعين يفكروا ان انا بضحك عليهم ولا. 35 جنيه وجميع المقاسات. اتفرج يا اتباع على العروضات. اتفرج يا عشان تعرف ان بياع الغلابه على وضعه. يا سعادة عمرو شكل يا ابن المجنونه. يا ابن المجنونه. وجميع الالوان. قلنا بكم؟ ب 35 معلم. كم؟ ب 35. وميلتون اصلا ومتبطل وعلى ابوه اهو. بص على عينك يا تاجر، احنا نتحدى اي حد يعمل ايه؟ اسعارنا. صح ولا لا يا ابن المجنونه؟ صح يا معلم. خد وجميع المقاسات. محير واولادي اهو، من اول سنه لغايه كام؟ لغايه 16. لغايه 16 سنه. لبسني انا يا معلم. 35. انت هتنصب يلبسك؟ انت عندك 22 سنه، احنا بنقول لغايه 16 سنه. يا ابن النصابه. ماشي يا معلم. ب 35. انت هتنصب على الزباين. بص انا بعرض موديلات بس، وكل موديلات فيه منها الله هو اكبر. 35 ابو 85. عشان ما حدش يعرف يتحدانا تاني في التيشيرت. المكنه طلعت قماش اي حاجه. المكنه طول عمرها مطلعه قماش، وعقبال ما تطلع بترول. يمسك يا معلم. 35 جدك شالط دي يا شوف. ما تعلي لو امك عنست. ايه ده؟ الموديلات مش عايزه تخلص. مش هتخلص يا معلم. المكنه إيه طلعت قماش خلاص. ايه ده؟ 35 يا ابن المجنونه يا عمرو يا شكل. سماعة الحاجات دي ب 35 جنيه. مش ثمن السماعة يا معلم. 35 سماعة ايه ده؟ مش ثمن الزراير والله فيها سماعة. بسوسته. بص السماعة يا معلم. بص. الو الو، انا بحبك. الو، وانت بتحبني. ب 35. امسك يا معلم. ب 35 ودمرت الاسعار انت دميرا. بص 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 الفتحة. ملتون اصلي يا مدفيهم في الشتاء وملبسهم في كل وقت. يا ولاد المجنونه بجميع المقاسات وب 35 من اول سنه لغايه 16 سنه اهو. بص يعني الواحد يبقى واخد المصروف من ماما يروح فاتح السستاتاه
ويسمع مين؟ جورجيتان صح كده؟ يلا 35 عمرو شكل واحد بس 35 يا رئاسة. بص جميع المقاسات على عينك يا تاجر اهو اهو ومبتك كمان يا معلم. غسيل ولبس، ولو جراله حاجة في الغسيل بتاعي يا نهار ابيض وانا قد كلمتي 35 واللي هيتعدانا هيخش النار. الله اكبر. وده برضه ب 35 صح كده؟ عندك بقى السروال الرجالي 45 و35 الثلاث مقاسات الاولادي. يا نهار ابيض يا معلم. يلا عندك بقى تعالى يا امشي معايا تعالى. عندك الترنج ده خليناه بكام؟ عشان ما حدش يعرف يتعدانا تاني ب 55 جنيه. يا نهار ابيض يا معلم. ابو 65؟ اه. ايه ده يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ خلاص يا معلم. امسك يا معلم. فين البنات بتاعه؟ جنب منه يا معلم. امسك. فين البناتي؟ الرسومات الجديده. مش شايف ولا رسمه بناتي. جنب منه يا معلم. اهو. خد. 55. خد يا معلم. يا ابن المحظوظه، ادي البنات بتاعه. ايوه الراجل بعت لك اصلا 250 و250 باي. قول يا معلم. 55 يا كان لغايه لغايه من ساعه كان بكام؟ كان 65. 65 احنا بقى هندمرها خالص. قول يا معلم. عشان محدش يقدر يتحدانا التاني في الاسعار. بيع الغلابه. واللي يتحدانا يموت يا ابن المجنونه يا عمرو يا شكل. يا ابن المجنونه. اهو. الواد ده ابن مجنونة رسمي بياع الغلابة يا معلم. تعالى يا تعالى. ايه تاني اللي انت عامل؟ تعالى ده في حاجات للخيال. تعالى الحاوي يا جد. الحاوي يا جد. هي جت من زمان. الحاوي يا جد. ايه ده؟ كان ده بحم. لا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. 95 ده معلم على فكره. خليه ب 45 جنيه. ايه ده يا معلم؟ خليه ب 45 جنيه وبمقاساته. يا نهار ابيض. وبالواناته. كفايه بس ان هو ايه؟ كم؟ جاكي 45 جنيه يا ابن المحظوظه. هو من يا جماعه 45 جنيه. انا هدمر الاسعار عشان محدش ايه؟ يتحداك تاني في السوق. عندك كام حته يا ابو حم؟ عندي بتاع يخشوا في 150 حته. اهو يا جماعه. خد يا باشا 85 جنيه. المستورد. المستورد. مصري درجه اولى يا المستورد. مصري. وده انا هقول 85 جنيه. احنا كنا بنبيعه ب 150 ده. 85 جنيه. اهو. يا بياع الغلابه بيضاع. على عينك يا تاجر تدفع 130 حته منه. اهو. ولسه جاي يابا. اهو ومطبوع من ورا وساده في كل المقاسات منه. انت بياع غلابه يا ابو حمد. 85. الله اكبر عليك يا معلم. خد يا معلم. الله اكبر عليك. ام 170 و180 بكام يا معلم؟ مش عارف احنا جبناها بكام يا ابن التعبانه؟ بكام يا معلم؟ يا ابن العيانه. بكام يا معلم؟ 95. يا نهار ابيض انت بتهزر يا معلم. يا مريض بوكس حفر. بص ومقاسات. وده من اربع سنين وخمسه اكس واتنين اكس ويا شمك قاعده ما قلت البعيده والوانتها موجوده. ادي يا معلم. بص الناس الاحمر عامل ازاي؟ 95 جنيه. يعني الراجل ده مجنون ابن مجنونه. خش على الجنسيات يبتدي معاك الجنس من 25 جنيه. تعالى يبتدي معاك الجنس من 25 جنيه 45 65 75 85. تعالى الحاوي يا جد. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. والبضاعه الجديده هيك برضه هتتفك تاني بس انا كل يوم هفك حاجه. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. جميع المقاسات مش جنس وعندنا من اول زي ما قلنا من اول 25 جنيه. اغلى حاجه في الجنس 95 جنيه صح كده؟ عندك ده 15 جنيه. امسك كده بس. ايه ده يا ابو حمو؟ 15 جنيه بس يا ولد. مش تجيب 55 يا ابو حمو؟ يا باشا ب 15 جنيه عشان ما حدش يتحدانا تاني. نمبر 1 بس يا جماعه. يا باشا احنا نمبر 1 في الملابس. نمبر 1 بياع الغلابه. 15 جنيه تمام كده؟ ربنا يخليك. حتى الحريم يا تخليه ب 15 اهو. ب 15 اهو. ب 15. لا مش ده. ده ابو 35. ده 88 جنيه. ب 15 جنيه. ب 15 يا ابو حمد. تمام كده؟ تمام
مية مية. خش بقى ادي جولة لتشكيل السروال كله. ماشي. مش لازم تظهر، اتكلم على السروال جميع المقاسات في الرجال، يبتدي معاك من 45. تمام. انا خش انا معاك. ماشي. يبتدي معاك السروال من 45 صح كده؟ صح. خش على الجنس الخاص، خش على الجبردين، خش على الجبردين، عامل لك سعر جامد فيه برضو ب 35 جنيه. اتحدى اي حد في مصر يعمل السعر ده ب 35 جنيه. كام ابو حمو؟ سريهات ومقاسات، ولو عايز الف حته موجوده. 35 جنيه واتحدى اي حد. الله اكبر عليك يا معلم. في دول العرب الخليج. الله اكبر عليك. اتحدى اي حد يتحداني في الاسعار، واتحدى اي حد يتحداني في الاسعار. منه كميه يا جماعه. كميه اللي الزباين مضايقاني عليها هدمر لك اسعارها. الحاوي يا جاك اهي ب 75 جنيه. ليه يا ابو حمش 95؟ لا هو كده. بص اقسم بالله لبس كباكه وجد كباكه ب 75. احنا هنعفرت اي حد بعد كده في الاسعار، وكل يوم هنزل اسعار متدمره. دمر الاسعار، دمر الاسعار للتجار اهو. الحاويه جت، الحاويه جت. بص ده ما بيتقطعش. الله اكبر. ب 55 جنيه بس اهو. مش كان 75 يا باشا؟ كان بقى كان. احنا اللي اتعدنا في الاسعار، اعرف ان هو هينام جنبيها، لازم ينام جنبيها، فاهم؟ ايه نام جنبيها، نام جنبيها. ادي يا معلم، ادي يا معلم. خد ب 40، ب 40، ب 40. ايه رايك؟ ده بقوله ده بحمد. 100 100. الله اكبر عليك. تعالى يا ولد، هات الشنطه دي يا ولد. هات ادمر لك الانسيبها زي ما هي كده. تعالى يا معاذ معايا انت. معايا ثلاث مقاسات. صح كده؟ صح يا ابو حمد. 6 8 10 صح؟ صح. ب 50 ثلاث مقاسات. استنى افتح لك 3 عشان الزبون يبقى شايف الشغل يا باشا. ايه خليك معايا رايح جاي. ثلاث مقاسات. اصحى يا عم، انت بتصور مش بتلعب. ب 50 وكشمير كمان ب 50. كله ب 50 يا معلم. طب نتحدى احنا اي حد في مصر، في القاهره، في امريكا، في اسبانيا، نجيب السعر ده. في بريطانيا. الله اكبر. في المانيا. الله اكبر عليك. في اليابان. بتعدى الصين ب 50 جنيه. صنع بلدنا يا جدع، ولا تقول لي صيني ولا تركي. احنا دمرنا الصين وتركيا، دمرناهم بالاسعار. الله اكبر عليك يا ابن المجنون يا بتاع تركيا، يا ابن المجنون اللي جاي من الصين. المجنون جاي من الصين تعرفنا ب 50 اهو، والزبون شايف المقاسات كلها. والجدع فيكم ما ادينيش اشتراك ولا شير، ورحمه ابويا زعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.